سؤال أيضا أجبنا عنه من قبل، وأرجو ممن يعد لنا الأسئلة جزاه الله خيرا، وهم من الجنود المجهولين الذين لا يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن يوفوا أجرهم بغير حساب. لو أنهم أعانونا على استبعاد المكرر من الأسئلة لكان هذا عونا كبيرا لنا وللمستمعين كذلك. اللهم اهدنا سواء السبيل رب.